الاخر اللي هو تبوير 6000 فدان مزارعين بالطماطم. واحنا شفنا معالي النائب محمد بدر سوقي ما قدم طلب احاطه في اول رجوع لفصل التشريع الرابع. والله انا يعني عاوزين نتكلم في هذا الامر بانصاف وحياديه تامه. طبعا في شركه بتستورد البذور الطماطم من الخارج، وان الشركه بتقول ان انا قد اعلنت على صفحات صفحه الشركه ان في ناس بتحط البث بتاع الشركه وبتوزع طماطم، وانا مش مسؤول على الكلام ده، ولكن الكلام ده كان المفروض يتوج بمحضر في الشرطه اللي يقول فيها ان في ناس بتجيب بذور او بتوزع بذور على الفلاحين باسم هذه الشركه. ونحن طبعا طلبنا النيابه العامه بالتحقيق في هذا الامر، وكان في لجنه من وزاره الزراعه بتخصي هذا الامر على محافظة البحيرة والشرقية والإسماعيلية. معالي النائب، هو دلوقتي مجلس النواب بياخد بالكلام ولا بالتوثيق؟ يعني هل طلعت لجنة بالفعل عشان تشوف التقاوي أو تشوف الأراضي اللي تم تبويرها؟ بالفعل طبعا طلعت لجنة بالتنسيق مع وزير الزراعة، وهيتم طلب مناقشة عامة لهذا الأمر على ما تم من هذه اللجنة أو اللجان التي تم نزولها على ارض الواقع عند الفلاحين، ومن المتسبب في هذا الامر؟ هل الشركه المستورده لبذور الطماطم ام الفلاحين؟ زي ما بتقول الشركه وبتتهم ان بعض الناس كان بيوزعوا طماطم باسم الشركه دون علمها، وان الشركه اعلنت على صفحتها الرسميه ان في ناس بتوزع بذور طماطم، وهذا ما يعزيش الشركه، لان الفلاحين او اكثر الفلاحين ناس اميين لا يقرؤوا ولا يكتبوا. معالي النائب، خلينا نحط الموضوع في شكل اعمق. حضرتك اعلم ان مصر مستهدفه، وخلال الفتره اللي فاتت حصل طفره تصديريه لبعض المحاصيل الزراعيه، وده عامل ذعر وهلع لبعض الاخوان الذين لا يريدون الخير المصري. يعني فاحنا شايفين بعض الشركات خلال الفتره القادمه هتخرج عن هذا السياق بحيث ان هي تعمل فزاعه وترجع تاني مصر تاني للاحتياج للتصدير ومشاكل التصدير، وشفنا قبل كده مشكله في الفراوله وقبل كده في الطماطم من بعض الشركات. هل الشركات دي تم حصرها من خلال اجهزه امنيه، من خلال مجلس نواب، من خلال لجنه تشريعيه، باي شكل من الاشكال؟ ده اللي بنتكلم فيه، ان احنا طالبين طلب مناقشه لوزير الزراعه، وزير التموين، الاستثمار، قطاع الاعمال، الصناعه، اللي فيه الحضور في البرلمان لمناقشه عامه، وزي ما قلت حضرتك نشوف من مستهدف مصر من هذا الامر، ووضع او وضع الفلاح في حاله زهر، ووضع الفلاح في حاله يعني غضب شديد في ان هو زرع المحصول بتاعه. الموضوع ده قال قومي معالي النائب، وانا شايف الموضوع ده مش هيكون الاخير. يعني انا عايز اقول لحضرتك، بس الارض ما بردش، الارض جابت انتاجيه او جابت فروع خضريه عاليه، ولكن عند التزهير لم تلقح الزهور حتى الطماطم، فالارض ما بردش، ولكن كان في مشكله زي ما يكون شجر الطماطم وعقيمه او شجر الطماطم لا تلد، فده هو كان الاشكاليه الاكبر، ان كان الزرع موجود. يا ريت ما كان ما طلعتش من الاول، كان الفلاح قدر ان هو يحوش على قدر ان هو يزرع، ولكن كان يعني الخباثه في هذا الامر ان الطماطم فضلت. احنا معالي النائب نتمنى تشكيل لجنه من مجلس النواب ومن وزاره الزراعه لحصر الشركات اللي هي بتقوم باستيراد المحاصيل او تقاوي المحاصيل الزراعيه على جميع المسميات، عشان ما نسيبش عمليه الاستيراد للهوى الشخصي، وفي نفس الوقت ده امن قومي. معالي النائب، مجلس النواب لن يترك فاسد، ومجلس النواب له حق المربع، فالنهارده مجلس النواب طبعا وهيرسمهم الدكتور علي عبد العال وكل لجان المجلس، وخاصه لجنه الزراعه والري المنوطه بهذا الامر، ان هي لا تترك فاسد، وان
سيتم التحقيق وهيكون في لجان تخصص حقائق، واللي مخطئ سيقدم الى العداله في نظام القانون، وبالقانون ان شاء الله مصر تاخذ حقها من هذا المستهلك او من هذا الكسب الذي أكثر الزراعة المصرية. احنا بنشكر حضرتك معالي النائب رائد المواز.